مقابلة مع التركيز المنتظر أنا الترجي بعد الخروج من رابط الأبطال باش يكون عنده رياكسيون كبيرة في الشامبيونان. بدينا بلوك شوية تالي باش نخليو ديزيسباس للترجي خاطر عنده لاعبين اللي استقروا برشا في الاتحاد. نجحنا 99% من الهدف اللي جاب من ضربة الجزاء. الحاجة اللي ما مشات شوية اليوم في الاتحاد المستيري هي ترانزيسيون أوفنسيف. أنا مع نيكوسي لسبتمبر اليوم كما قلت مبروك للترجي وحنا عندنا مقابلة قادمة باش نحاول نأكدوا المستوى اللي فيه الاتحاد المصري. قلت لكم عندنا راهو الماتش كل مقابلة عندها الأحقية نتاعها حتى مع الاتحاد المنستيري في الميدان نتاعنا. تعرف لاعبين الاتحاد المنستيري ما عندهمش تجربة كبيرة معناتها في اللقاءات هذوما يمكن يكونوا أكثر كونفيون في مستير. هذا اللي قلت لك ما مشاش معناتها بالعكس البلون دو جو اللي بدينا به معناتها نجحنا فيها 50% نقول دفاعيا نجحنا فيه معناتها الاكسبيرونس اليوم ما عندهاش برشا فرص. الشطر الثاني هو الاوفنسيف معناتها كيما قلت لك معناتها ما شدناش برشا كوره في الشطر تاعنا نتاع الاكسبيرونس وانا ما نفسي كيما قلت لك ترانزيسيون اوفنسيف والفرص تعرف الترجي ماهوش باش يجيو 4 أو 5 فرص كبيره. ما عرفناش كيفاش نيكوسي ان شاء الله هذه تجربه للاعبين ونقولوا نصلحوا اللي ما مشاش اليوم ونكونوا خير في المقابلات القادمه. نسيروا الفوق معناتها كل ما خرجنا لهم سيرتو الدقائق الاولى خرجنا لهم الفوق كانوا يكسروا البلوك الاولاني نتاعها كره طويله على ايدو وياخذوا دوزيام بال بروبان وغيلان معناتها كان خرجنا يمكن يكون الاستيرونس تلقى اكثر مساحات واكثر فرص. هذول اللي راضي شاطر بالراي.